ازيك يا دكتور؟ لن ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. اتفضلي اقعدي. شوف بقى يا سيدي، انا اتعلمت حاجات كتير قوي، بس في شويه حاجات عايزاك تفهمها لي. اتفضلي. لو في تلاعب في غسيل الكلى ازاي اقدر اكتشفه؟ بص يا ستي، الدولة بتسمح لمرضى الفشل الكلوي ان هم يغسلوا في اي مكان متاح ليهم، والدولة بتحاسب الاماكن دي على سعر للغسلة وزمن معين ومبلغ شهري للادوية. في بعض المستشفيات بتقلل زمن الغسلة الواحدة، وبتقلل عدد المرات المقررة لكل مريض، وبتقلل كمان الادوية اللي بيديها له شهريا، فبيكسبوا من الاثنين. احنا هنا بقى بناخدش فلوس من الدولة، والغسيل بيتم على حساب المستشفى ومجانا بالكامل للمرضى. طيب الأدوية اللي بناخدها من وزارة الصحة؟ الوزارة بتصرف أدوية مجانية على سبيل الدعم، في مستشفيات بتبيع الأدوية دي، لكن انت لاحظت حاجة زي كده هنا؟ يعني كنت عايز أسألك، ممكن يحصل تلاعب في تاريخ الصلاحية بتاع الأدوية دي؟ للأسف ممكن. عالميا الدواء ما بيبصش لما تاريخ انتهائه بيجي، لكن طبعا مفعوله بيقل جدا. في ناس بتبدل الأدوية اللي بياخدوها من الوزارة بأدوية تانية منتهية الصلاحية، محدش بياخد باله، لكن طبعا الدواء ما بيكونش ليه اي اثر مفيد. وايه التاني المفروض اخد بالي منه؟ المخلفات، لازم تركزي ان عقد الشركه اللي بتنقل المخلفات وبتدفنها بيتنفذ صح. طب والمستلزمات الطبيه؟ المستلزمات الطبيه دي حكايه تانية خالص، يعني مثلا حته شريحه بتركب في رجل طفل نتيجه حادثه، لو حد بدل الشريحه دي بشريحه تانية رخيصه ما تجيش بنص تمنها، مين ممكن يكتشفها؟ هيشوفها ازاي اصلا؟ بس هل الشريحه الرخيصه تأثيرها ونتيجتها زي الشريحة الغالية؟ في الأول آه، لكن طبعا بعد فترة لو عملت أشعة ممكن تلاقي الشريحة معوجة مثلا، ساعتها بقى هتعملي إيه؟ مش هعمل حاجة، هدعي عليهم. إيه قلة الضمير دي؟ طول ما كلية الطب ماشية زي ما هي كده محدش يسأل عن الضمير. تقدري تقوليلي قابلتيه الساعة كام بالظبط؟ هو حضرتك عايز تعرف تقابلنا الساعة كام بالدقيقة يعني؟ يعني لو عارفة الساعة بالظبط وبالدقيقة يبقى كويس. هو تقريبا احنا تقابلنا الساعة 8 او بعد كده بشوية، يعني ممكن نقول الساعة 9 مثلا تقابلته؟ لا يا فندم، احنا كان معادنا الساعة 8، انا روحت في معادي ممكن 5 دقايق اكتر، وهو جي بعدي على طول، بس مش بعد 8:30. لكن هل ممكن تكونوا تقابلته قبل الساعة 8؟ 8 الا ربع، 7:30. لا يا فندم، احنا تقابلنا من الساعة 8 لتمانية وربع تقريبا، مش قبل كده ومش بعد كده. يا بنتي كفاياكي نكد بقى، انت ليه بتقدري البلاء قبل وقوعه؟ يا ريتني يا ماما، يا ريتني كنت قدرت البلاء قبل وقوعه، يا ريتني يا رب كنت مسكت فيه، ان شاء الله كان قطعني. وقال هو يقول لي مركز عليها للصيانة. قال انا بس مش فاهمة، يعني انت ليه ربط الموضوع ده بحاسة البنت؟ يا ماما بقولك سمعته بوداني هو بيكلمها، اللي ما بينهم ده كأنهم عارفين بعض كويس قوي، وانا يوميها كدبت نفسي. وايه المشكلة؟ ما هم فعلا معرفة قديمة وعادي ان هم يكلموا كده. يا ماما هو جدال كده وخلاص، صدقيني بقى من اول مرة، نفسي صدقيني مرة واحدة. ايه يا ثابت، رجعت نفسك؟ صدقني انت موقفك ضعيف، شهادة نوى بتقول انك رحت لها الساعة 8 تقريبا، وعليا بتقول انها ركبت معاك الساعة 7، يعني ما قدرتش تجيب شاهدين في كلام عليا. البنت حالتها سيئة وفي المحكمة هيتعاطفوا معاها جدا، وممكن تاخد اقصى حكم لو اصرت على الانكار. انا قلت لحضرتك انا ما شفتهاش يومها، هي بتنتقم مني وانا ما عنديش غير اللي قلته. الدفاع ليه طلبات؟ ايوه سيادتك يا فندم، موكلي ثابت ابراهيم الطيب بريء من التهمة المنسوبة إليه، واللي هأكد براءته يا فندم تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي وشهادة الشهود. والحين وردهم أنا بلتمس من سيادتك إخلاء سبيل المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وذلك تأسيسا على: أولا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ثانيا عدم ثبوت التهمة في حق المتهم، ثالثا القرارات الجنائية كما سيادتكم تعلمون تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الفرض والتخمين، لهذا أطلب إخلاء سبيل المتهم من التهمة المنسوبة إليه. وشكرا يا فندم. أمرنا نحن إياد أحمد نبيل وكيل النائب العام بحبس المتهم ثابت إبراهيم الطيب 4 أيام على ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد لحين سماع باقي الشهود.
وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. بابا صدقني يا بابا، صدقيني يا سلوى، والله انا بريء، انا ما عملتش غير اللي بتقولك يا بابا، صدقوني يا جماعه والله انا بريء. يلا مرتاح ماجد، بص لماما وخليها تعيش. يلا مرتاح سابتني. كان النيابه الحبس 4 ايام باستمرار ورفض يفرج عنه الكفاله لان ما سلمش نفسه واتقبض عليه. موقفه ايه يعني؟ موقفه القانوني صعب، صعب قوي يا حاج. يلا يا بنتي روحي هاتي العيال وتعالي لي على البيت. يلا اقعد يا عباس. خير يا باشا؟ معالي الوزير كل كلامه خير. شوف يا عباس، انا عايز اقولك على حاجه مهمه. اؤمر. انا احب اللي يشتغل معايا ما يسالنيش كلمه ليدي، ما بحبهاش، احب اسمع حاضر يا فندم، تحت امرك يا فندم، انا كل خططي مظبوطه واللي اقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد، فاهم؟ حاضر. انا عاوزك تدخل مع ابراهيم الطيب شريك. شريك؟ ده لا مؤاخذه يعني عنده امبراطوريه تساوي ملايين الملايين. من الناحيه دي اطمن، احنا كمان عندنا ملايين، والملايين دي عايزينك تغسلها. انا كده دلوقتي فهمت. الحمد لله. طب لا مؤاخذه يعني يا باشا، لا مؤاخذه يعني، ممكن اسال سؤال؟ عايز تعرف ايه يا عباس؟ اشمعنى يعني اخترته الحاج ابراهيم الطيب بالذات؟ لانه رجل اعمال ناجح، لكن السبب الاساسي في اختيارنا دي انه سمعته نظيفه، يعني تقدر تقول سمعته زي الفل، يعني لما تشتغل معاه محدش هيجي يسألك من أين لك هذا، ولا الأجهزة الرقابية هتقدر تهوب ناحيته. تمام؟ علم علم وسينفذ يا فندم. السلام عليكم يا فردوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ يا عودي لما بشرك. أنا كويس الحمد لله. خير يا حاج؟ المحامي طمني على الاخر. الحمد لله. طب الحمد لله. هو صحيح الواد ثابت ده طول عمره قليل الادب، بس انا المره دي مصدقه. ايوه يا حاج، ذنبي ناس بتخلصوا ناس، بس المره دي العقاب شديد شويه. البت مليانه غل منه قوي يا ابراهيم، مش عارفه ليه، بس هقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علياء يا بنت اعتماد. اللي مش قادر افهمه البنت بتعمل فيه كده ليه؟ ليه عايزه تبهدله؟ عمل لها ايه؟ مع اني بحب البنت دي قوي. طول عمرها غلاويه زي امها، وطول عمرها حاطه عينيها على اولادك. ما تقوليش كده يا فردوس. لا هقول، وما اقولش ليه، انا هقول اللي ليا واللي عليا. ابن غل صحيح، وكل الشباب بيغلطوا، بس الست بقى والبنت اللي توعد راجل وهو متجوز تبقى بنت مش كويسه، وهي طلعت مش كويسه. صلي على النبي يا فردوس. للصلاه والسلام. استغفر ربك، مش يمكن هو اللي غواها؟ زي ما يكون يا حاج، البنت بتتربى عشان تصون نفسها. ابن غلط، وافرض هو شاب طايش وبيبص بعينيه لاي واحده حلوه، كل البنات تعمل زيها؟ انا بقى بصراحه كنت بدافع عنها في الاول لحد ما عرفت انها غلطت، وبصراحه بقى البنت دي تستاهل الشان مش ابني. اسمع يا ابراهيم، انت تروح لابوها ويبعد البنت دي عن ابني خالص، وتبعد بلاويها عننا ويعقلها احسن، والله العظيم هنهشها بسناني الفجره دي اللي اهلها. اهلا 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 يا عم الحاج، اهلا، نورت المكتب يا عم الحاج. اتفضل. ينور عليك. الف مبروك يا عباس يا ابني، الف مبروك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا عم الحاج. حاجه ساعه بسرعه للحاج. ده انت عامل زي اللي بيدخلوا الانتخابات. انتخابات ايه بس يا حاج؟ واحنا بتوع الكلام ده؟ احنا بتوع شغل وبس. بس طالبين مساعدتك بقى. انا اي حاجه فيها خدمه للحته انا ساعد فيها. يعني تكلمينا حاج ابراهيم يدينا السرجه اللي قافلها دي؟ لا يا ابني، من حكم في ماله ما ظلم. لا ظلم، ظلم اهل حتته. هما مالهم بيه؟ ما هو لو باعه او اجره لنا هنعمل فيه مشروع ونشغل فيه الناس دي كلها. صح يا رجاله؟ صح. الحاج نسينا خالص، ما تكلمه لنا اعمل حاج وتلاقي دماغه. خلاص انا هكلمه لكم مره تاني. الحاج ابراهيم ده عمنا كلنا، ولو انا بعمل خير ما يجيش اي حاجه في الخير اللي هو بيعمله. ربنا يخليه يا رب. ولا يا رجاله؟ ربنا يكرمه.
السلام عليكم. الله يبارك فيك، اتفضل يا حاج. ازيك يا علاء؟ الحمد لله تمام. ابوك هنا؟ اه موجود. بابا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صبري؟ ازيك يا حاج، اتفضل. ايه يا صبري، ما بتجيش شغلك ليه؟ مش عارف اقول لك ايه يا حاج، حفرة واتحفرت بينا. وانا ذنبي ايه؟ انا عارف يا حاج ان مالكش ذنب، بس ازاي حاج الشغل وبنتي وابنك موديين بعض في داهية؟ يعني هنخسر بعض علشانهم؟ انا عارف يا حاج انك عمرك ما كنت هتلومني ولا تقولي كلمة تجرحني، بس البنت بتقول كلام لو طلع صحيح هيبقى جوايا غيظ وكره. ليه انا يا صبري؟ لا سمح الله يا حاج، وانت ذنبك ايه في اللي حصل منه؟ عموما انا جاي طبعا عشان اطمن على علياء، وعاوز اقعد معاها شويه اتكلم كلمتين. حاضر يا حاج، هقولها واجي لحضرتك على طول. انا مش جاي عشان اضايقك علياء، ومش هطاول عليك. انا جيت بس عشان اسالك بنفسي، بيني وبينك ومفيش حد سمعنا الا ربنا، هو ثابت عمل لك ايه يا بنتي؟ علياء، انا زي ابوك يا علياء، وانتي عندي زي مديحة بالظبط. انا عارف طبعا ان ثابت خباص، وعارف انه قاعد يلف عليك بكلام عشان تصدقيه، كلام الحب والغرام، وتلاقيك صدقتيه. قاعد يلف حواليك زي التعبان لحد ما سلمتي له نفسك، وطبعا لانه متجوز شويه بس كده، وتلاقيه هرب منك زي الكلب. هو السبب في اللي حصل لي؟ سابني لكلاب السكه تنهش في العميل. لما كلمته بعدها هرب مني وطنشني. كلب؟ مش بقولك؟ على العموم يا علياء، انا هجيبلك حقك منه، ولو ترضي عنه يا حبيبتي اجوزهولك. انت مرضيش يقابلني يومها، ازاي حيرضى يتجوزني دلوقتي؟ عشان كده انا حبيت اسالك بنفسي. انا عارف ان هو واطي ووسخ، لكن مش ممكن يكون بالوساخه دي. على العموم يا علياء يا حبيبتي، لسه فاضل فرصه نصلح الغلط اللي حصل قبل ما الفرص تخلص. فرصه يا بنتي نفضل اهل زي ما احنا، إذا كان فاضل عندك ليا شوية حب أنا وطنتك فردوس. لازم تعرفي يا علياء إنك أنت مش بتأذي ثابت لوحده، لا يا حبيبتي، أنت بتأذيه هو وعيلته، وعيلتك أنت كمان. فكري كويس يا حبيبتي. ارجع شغلك يا صبري، انا مش هخلي بنتك وابني يخسرونا اكتر من الخساره اللي خسرناها. انت بتجيب الشده دي كلها منين يا حاج؟ من عند ربك. انا كل اللي كان فارق معايا الحقيقه، والحقيقه خلاص عرفتها لما قعدت مع عليا. ثابت بريء، وما دام بريء يبقى امر حياته وموته عند ربه.
وانت اعتماد خليكي جنب بنتك وخديها في حضنك عشان تساعديها تعدي من الازمه اللي هي فيها دي. ارجع شغلك يا صبري. تسلم ايدك يا دادا. اتفضلي يا حبايبي. اي خدمه تانيه؟ شكرا يا دادا كتر خيرك. يلا يا سلوى كلي حاجه عشان خاطري. ماليش نفسي يا مديحه. ما ينفعش كده يا سلوى، لازم تاكلي حبيبتي عشان تقدري تقفي على رجليكي. والنفس هتيجي منين؟ سابت ضاع وبيتي اتخرب. سابت ما ضاعش، دي غمه وهتعدي ان شاء الله. ما تقلقيش يا سلوى، والله بابا قال ان في مليون طريقه المحامي ممكن يطلعوا بيها. اسمع من بقك يا رب. انا عارفه ان ثابت ياما زعلني كتير، لكن ثابت برضه بولادي. حتى لو قدرت اكرهه هيفضل برضه بولادي. انا عمري ما تمنيت له الشر ابدا. هو ده بقى الحب. هو عشان الحب ده وعشان الراجل اللي انت بتحبيه، عشان خاطري لازم تاكلي عشان تصلبي طولك وارمي توكلك على الله. انا بحب ثابت قوي. انا ما اديتلوش نفسي زمان دلع ولا لعب. لا، كان بيحسسني دايما ان هو بيحبني وان انا الانسانه الوحيده اللي في حياته، ولحد دلوقتي بيضحك عليا ويحلف لي كده وانا زي الجزمه بصدقه. اخيرا قبض على الشيطان ده. شيطان تعرفه؟ تعرفه منين؟ ما اعرفوش ولا حاجه. بينك بتتكلم كانك تعرفه. في الحقيقه انا ما اعرفوش، لكن عارف البيت الغلبان اللي بهدلها بذمتك. امال ما هي من الحته هنا، وابوها راجل طيب ومحترم. طب لو انا عايز عنوانهم يعني نقدر نقول ان احنا الفتره اللي فاتت دي دخلنا في مشاريع مع الغير بحوالي 10 مليون جنيه. تمام يا عباس دي. طيب ومصانع 6 اكتوبر عقودها اخبارها ايه؟ سعادتك احنا رجعنا معاهم العقود ودينا لهم شيك العربون ب 10 مليون جنيه، والعقود النهائيه جاهزه. سعادتك هتوقع عليها وتدفع ال 50 مليون جنيه الباقيه. حدد موعد لتوقيع العقد، وال 50 مليون جنيه جاهزين من بكره. تحت امر سعادتك. انا هتصل بيهم وانسق معاهم وابلغ سعادتك. في ايه؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه مش مريحاني؟ اتفضل. الواحد مننا اتعود ما يشتغلش في الخساره، وحضرتك اي حد من الحته بيجي لك بمشروع بتشاركوا فيه، بس ده ما يدوش الحق ان هو يمتلك كل شيء. انتوا بتشكوا في حد من الشركاء؟ انا بحس ان احنا بنديهم فرصه ان هم يسرقونا، وهو ده سبب الخساره. يعني المشاريع دي مش خسرانه؟ انا عندي بند مصاريف تجديد محل العصير وصل 150,000 جنيه، وده طبعا ما يخش ذمتي بتعريف. بقولك ايه، انا ما احبش حد ابدا يشكك في اهل حتتي، دول اهلي مش عايز ازعلهم عشان 150,000 جنيه. ال 150,000 قال. بقولك ايه، رتب لي ميعاد عشان اوقع العقد. حاضر يا باشا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. انا لسه حسني جار حضرتك في المنطقه. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل اتفضل. اي خدمه؟ أنا من كام يوم بنت حضرتك ركبت معايا من قدام العمارة ووصلتها للمعادي. بنتي عليا؟ بس ما نعرفهاش إلا ما قعدت على القهوة ولقيت الناس بتتكلم على الحادثة، فقلت أجي لحضرتك على طول أحكي لك على اللي حصل. أنا عايزة منك معروف. أموري؟ تساعديني في مراجعة الحسابات دي، وأي ملاحظة تلاقيها أو أي حاجة غريبة اكتبيها لي. أنا عارفة طبعاً إن دي مش شغلتك، بس أنا مش عايزة أي حد فيهم يعرف إن أنا براجع وراه. حاضر من عينيا. ادخل. انا شفتك قبل كده من اسبوع لما كان جاي يعمل تحاليل. مختار صح؟ صح. اتفضل اقعد. ما بيسمعش. يوم حاولت ان اخلي مختار يعدي عليكي، لكن دكتور رشاد خده وما خلاهوش يرجع تاني.
طبعا كان ممكن الموضوع يعدي عليا عادي. النهارده لقيته جاي يعمل عمليه الزايده، شكله ولا عيان ولا عامل تحليل ولا اي حاجه. استدعيت دكتور رشاد لحاله تانية لغايه ما يجهزوا له مختار للعمليات. واول ما دكتور رشاد مشي دخلت كشفت بنفسي على مختار. تفتكري لقيت ايه؟ ايه؟ شال الزايده من قبل كده. يا نهار اسود. طب وما عرفتش حد من اللي كانوا راكبين العربيه؟ انا ما عرفتش افسر منهم غير بنتك علياء، وبعد كده عرفت يا والدها انها كانت مخطوفه ومش راكبه معاهم بمزاجها. بس انا سالت نفسي ليه في متهم واحد، فلما سمعت الكلام من على القهوه استغربت، فقلت احتمال يكونوا جايبين حد يرفع عنهم التهمه، فقلت اجي لكم على طول اعرض عليكم خدماتي. طب وما رحتش على البوليس ليه؟ انت عارف ان المتهم اللي مقبوض عليه ابن رجل الاعمال ابراهيم الطيب. امال الاولاد اللي متقبضش عليهم دول ولاد مين؟ انا خايف ليكون فيكم بين على البت الغلبانه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تفتكر شكل العربيه يا اسطى؟ ايوه فاكر، وفاكر نمرتها كمان. لما نزلتها يا اسطى كانت الساعه كام مثلا؟ تقريبا كانت داخله على 8. ده كده الشهده اللي شهدت انها قابلت ثابت الساعه 8 اتبرقوا. لا غير كلام الوسطى السواق. يعني ايه؟ عليا ادعت بالكذب على ثابت؟ لا، عليا ممكن تكون مصدومه من ساعه اللي حصل لها مع العالي اللي خطفوها، بس هي حملت ده كله على ثابت. بس انا مش عارف هي عملت ده كله من غير وعي ولا وهي قصده. لا يا علي، كده يبقى كل اللي قلتيه عن ثابت كده. يعني الحاج ابراهيم لما جه هنا وقعد معاكي وخرج يقول ان ابنه بريء كان عنده حق. ليه كده يا علي؟ ثابت مش بريء يا بابا، ثابت هو المجرم. والسواق اللي بره ده ايه؟ كذاب. الحاج ابراهيم بيدفع لكل الناس عشان يطلع ابنه، عايز يبرئ ابنه على قفانا. جالنا هنا عشان يهددنا، ولما منفعش بعت لنا السواق اللي بره. لا يا حبيبتي، الحاج ابراهيم عمره ما يعمل حاجه بالشكل ده. انا معاه طول عمري، ده راجل عنده ضمير ويعرف ربنا. ابنه بقى ما عندوش ضمير وما يعرفش ربنا. بس الكلام اللي بيقوله السواق يخليني مش قادر اصدقك. بتكذب بنتك يا بابا؟ لا يا حبيبتي ما بكذبكيش، انت عارفه انت غاليه عندي قد ايه يا عاليه. بس ما دمتي واثقه من الكلام اللي بتقوليه يبقى انا لازم اعمل الحاجه الصح. وايه هي الحاجه الصح؟ هودي السواق للبوليس يحكي لهم اللي حكاهولي. كده يا بابا؟ هو ايه اللي كده؟ انتي مش بتقولي انك ما بتكدبيش؟ صدقني يا بابا انا ما بكدبش. خلاص يبقى ما تخافيش من حاجه. اهلا يا استاذ صابر. ازيك يا ابو حسن؟ الحمد لله. يا ترى الحاج موجود؟ طبعا، اتفضلوا في المكتب عبال ما اقوله. اتفضلوا. اهلا وسهلا. سيادة. ايوه حبيبتي. مين اللي جه؟ ده الاستاذ صبري وابنه معاه، ومعاهم واحد غريب كده، دخلتهم المكتب. عايزين حاجه؟ عايزين الحاج. بقول لك ايه، اطلعي بلغيه عبال ما اعمل لهم حاجه يشربوها. يلا يا حبيبتي. انا مش فاهم انتوا جايبيني عند ابو المتهم؟ لا، هو انتوا مع البنت الغلبانه ديت ولا مع الجاني؟ احنا مع الاثنين يا اسطى. ازاي بقى؟ اهو نصيبنا كده. بص بقى، انا قلقت لما كنتوش تفهموني على الفوله بالظبط. انا هطلع من هنا على البوليس جاري، وهو عارف القضيه كلها بلا لخبطه. طب اقعد اقعد بس واستهدى بالله وانا هشرح لك كل حاجه. اديني قعدت يا سيدي، اتفضل اشرح. اتفضل. ايه ده؟ لا انا مش هشرب اي حاجه الا ما افهم الاول. مش يمكن حاطين لي حاجه كده ولا كده في القهوه ابص الاقي نفسي هوب مش معاكم؟ وبعدين بالراحه عليا شويه، انا راجل كبير صحيح بس بفهم قوي. القانون ممكن يعتبر ان ده بلاغ كاذب، لكن الحاله اللي كانت علياء فيها
والضغط اللي وقع عليها ممكن يكون سبب رئيسي في اللي حصل. يعني البنت ما كانتش في وعيها لما اتهمته؟ لا هي كانت في وعيها بس ما كانتش في حالتها الطبيعيه. حصل عندها تبديل لادوار الجريمه واعتبرت ان الراجل اللي هي حبته اجرم لما ما استناهاش، واسقطت من تفكيرها تماما المجرمين اللي عملوا العمله دي. عشان كده ما بتتكلمش عنهم؟ هي بتحاول تنساهم. ما تنسوش يا جماعه ان اللي حصل لها على ايدين الناس دي شيء قاسي جدا، وهي ما تحبش اصلا انها تفتكره. عشان كده عايزه تتهم ثابت ونسيت العيال التانيه خالص. تمام كده. طيب يا دكتور ممكن ناخد من حضرتك شهادة بالكلام ده عشان نيابة؟ قوي قوي. اتفضل. عامله ايه دلوقتي يا ست العرايس؟ طب الحمد لله ان انت بقيتي كويسه. ابوكي راح المستشفى وجاب تقرير ان انت اتجننتي ومخك ضرب. انا امال يعني القاضي يحكم عليكي بالحبس عشان شهاده زور؟ مش انت شهادتي على الراجل كده؟ انا طبعا انت. أمال مين؟ مين اللي بعت لنا البهتلة دي كلها؟ مين اللي ماشي على حل شعره في البيت ده غيرك؟ مين اللي عرفت الراجل المتجوز وقعدت تلف عليه لغاية ما جابت رجله؟ بعد ما عرفها وزهق منها خلع. حضرتك شهدتش عليه باطل. عايز أعرف كل البنات بتخرج وتطلع، اشمعنى أنتي؟ اشمعنى أنتي لما شافوكي الولاد بهدلوكي البهتلة دي كلها؟ أكيد تجيبوا بتاعك خالص. يا أمي يا أمي، ولك أنت تقول يا أمي؟ حرام عليك يا بنتي، حرام عليك اللي عملتي فينا ده. اللي عشت طول عمري نظيفة، مين عملتك غلط؟ الستات وجيران لما بيشوفوني ماشية أو معدية بيقعدوا يتلمزوا عليا. عارفة سمعتهم بيقولوا إيه؟ والله العظيم سمعتهم بيقولوا اللي بالقدر على فمها تطلع البت لامها. اسمعيني. اسمعك خلاص، ما عادش في كلام ينقال. ابوكي ابوكي ماشي في الشارع باصص في الارض، وانا خلاص ما عدتش بخرج من البيت. صعبان علي بجد اخوكي، اخوكي صعبان علي. هو اللي بيخرج في وسط اصحابه ما عرفوا زمانهم بيتريقوا عليهم مبهدلينه. يا عروسة يا متربية يا اللي ربيتك امك صح، ارحميني. كفاية بقى ارحميني انت بقى، حرام عليكي. ده ما حدش توسخ في الموضوع ده قدي. انا الست اللي عشت العمر دي فتوسخت، وبنتي هي اللي وسختني. ارحمي ابوكي وارحمي اخوكي. يا بنتي انت لازم تقوي عشان احنا كمان نقوى، عشان نقدر نقف جنبك يا بنتي. حرام عليكي حرام عليك يا عبدي، حرام عليك. كويسه قوي رصه التيشيرتات دي. انا عايزه التيشيرتات الملونه كلها تتحط على الارفف، والتيشيرتات الساده تتحط على ستاندات، اما المطبوعه كلها في الركن اللي هناك ده. تعالوا عايزه اوريكم حاجه. كل قطعه موديل مختلف باي مقاس، كل مقاساتها تتحط لي كلها على ستاند واحد. يعني مثلا البلوزه دي تحطي لي منها 6 قطع المقاسات كلها على ستاند واحد. كلامي مفهوم؟ طيب والسعر اللي هنبيع بيه؟ هو ده اللي انا عايزاكوا فيه. شوفوا انا فاتحه المحل ده علشان خدمه اهل الحي، طبعا اكيد هكسب مش هخسر. لكن مثلا البلوزه دي بتكلفني قماش وتصنيع مش اقل من 14 جنيه، انا هبيعها ب 20 جنيه. عارفين بتتباع بره بكام؟ بكام؟ ب40 جنيه. معقولة؟ أيوة معقولة. وهو ده الموضوع، أنا بكسب مكسب بسيط قوي في كل قطعة، لكن مع البيع كتير بيحقق ربح معقول. وإنتوا كمان
كل واحدة هتبيع قطعة هتاخد عليها عمولة. قلتوا ايه؟ ده هايل جدا. يلا عايزاكوا تحبوا شغلكوا وتتحمسوا، وعايزة احسن مبيعات. وحيد الله يا رجالة. لا اله الا الله. واحد الله يا ثابت يا ابني. ولا اله الا الله. يبقى ربنا يرفع عنك الغم. لا اله الا الله. ثابت ابراهيم الطيب. افندم. اتفضل معايا. ادخل. سيبه واخرج انت يا ابني. هسيبكم 5 دقايق مع بعض. برضه انت اللي جايه يا سلوى؟ امال مين اللي هيجي يا ثابت؟ مش عارف اقولك ايه. قولي عملت كده ليه يا ثابت؟ وهتصدقيني لما هقولك. مشكلتي بصدقك في كل حاجه. وحياه ولادي وحياتك يا سلوى، اقسم بالله العظيم انا ماليه دعوه بموضوع عاليه ده. انا مظلوم والله العظيم مظلوم، ومش لاقي حد يصدقني ولا يقف جنبي. انا مصدقك يا ثابت، مصدقك. بابا ما جاليش ولا مره، مش قادر يشوفك في الحاله دي، ومش ساكت ابدا وهو بيدور على الحقيقه. والولاد عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. دايما بيسالوا عليك كتير قوي يا ثابت، وما بعرفش اقول لهم ايه. قول لهم اني راجع على طول. بقول لهم كتير قوي، وجدهم كمان بيقول لهم، بس هما مش فاهمين وما بيبطلوش اسئله عنك خالص. حبايبي. ايه ده؟ لازم هو. هو احنا لحقنا؟ معلش. واللي هو اسمه سجن ليه؟ طب خليك قاعد معايا شوية. خلي بالك من نفسك. انت اللي خلي بالك من نفسك كويس قوي، وان شاء الله هترجع لنا بالسلامة. وانت ايه اللي خلاك تشك ان اللي عمل الجريمه مش ثابت؟ يا بيه، انا بعد ما نزلت البنت في الشارع ركنت على الناصي عشان اصلح العجله، عدت عليا العربيه اللي انا قلت لحضرتك عليها قبل كده، لقيت البنت وراكبه جنبها 2 شبان وفي 2 زيهم راكبين قدام، يبقى يعني ان العربيه فيها 4 شباب. طب وايه الغريب في كده؟ يا باشا، ما هو اللي خطفوها 4، انتوا قبضتوا على 1 بس ليه؟ علشان كده قررت تيجي تبلغ؟ هو ده بالذات لما عرفت هو مين وابن مين استغربت قوي، فقلت اذا كان ابن الناس الجامدين دول قوي اتقبض عليه، امال العيال اللي ما اتقبضش عليهم دول ولاد مين؟ ده حاجه تحير. امال ليه رحت الاهل ثابت الطيب؟ يا بيه انا ما روحتش، ده اهلها بنفسهم هم اللي ودوني هناك، علشان كده انا قلقت وبقيت قاعد زي المخطوف، ده حتى الميه انا ما شربتهاش، خايف ليكون عاملين لي فيها حاجه كده ولا كده، وبقيت قاعد مرعوب، وخفت خوف ما خفتوش قبل كده خالص، وقلت لهم مش هتكلم الا لما اروح النيابه. المهم انت دلوقتي مطمن؟ اه حضرتك مطمن. طب عايزك تحكي لي اللي حصل بالظبط من ساعه ما البنت ما ركبت معاك لغايه ما جيت لي دلوقتي، وما تخافش من اي حاجه. ممكن حضرتك تامر لي بكوبايه ميه قبل الريقه بيه؟ يا حاج ربنا يسهل. انا عارف يا سليم ان هما بيحققوا. ما تقلقش يا حاج، انا حاسس ان ثابت بريء ومتاكد ان النيابه هتنصفه. ربنا يعمل اللي فيه الخير. تحت امرك. انا عايز اعمل طلبيه للبنات اللي في الدار الايتام عندنا.
وماله من عيني؟ انت بس هات لي مقاساتهم وانا اعمل لك اللازم. ايوه بس انا كنت عايزك تساعديني لان انا ما افهمش في الحاجات دي خالص. حاضر، بسيطه. نيفين. نعم يا فندم. لو سمحتي تاخدي عنوان الدار من الاستاذ عباس، تروحي تاخدي لي مقاسات البنات اللي هناك اللي هيقولك عليهم وتجيبيها لي. حاضر يا ولدي. الحقيقه ذوقك راقي جدا في اختيار الموديلات. ده بس من ذوقك يا عباس بيه. ومعقوله نسبه خصم ال 50% اللي انتوا عاملينها دي؟ ما انا قلت لحضرتك الهدف مش الربح، انا هدفي اني اساعد اهل الحته، وبعدين كل ما بتبيع باسعار رخيصه بتبيع اكتر وبالتالي هتحقق ارباح، فانا كده بحقق المعادله، لكن الهدف الاساسي هو مساعده اهل الحته. يا ريت اكون معاكي في مساعده اهل الحي. انت عايز تدخل شريك؟ اتمنى. ايوه بس المشروع ده فيه شركه معايا. وماله، البحر يحب الزياده. انت فاجئتني، بس خليني افكر وارد عليك. هعتبر ده وعد. ما اقدرش اوعدك، خليني افكر واقول لك هنعمل ايه. ادخل. بابا انا صحيح هخرج من هنا؟ ان شاء الله يا ثابت هتخرج ان شاء الله. والله ما عملت حاجه، والله انا مظلوم. عرفنا يا ثابت، عرفنا كل حاجه، ولولا الراجل الطيب ده كان زمانك رحت في داهيه. انا مش عارف اقول لك ايه. ابني انا ما عملتلكش حاجه، احمد ربنا. الحمد لله. انا من ساعه ما قابلت ابو علياء ولقيت جاري وكله علشانكم، عرفت ان انتوا ناس كويسين وتسالوا كل خير. بابا انا عايز اروح البيت. خلاص هنروح.